أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في الدرس الخامس من مكون الصرف والتحويل، اسم الفاعل والمفعول. فلنبدأ على بركة الله. عناصر درسنا اليوم كالتالي: أمثلة لاسم الفاعل، استخلاص القاعدة، أمثلة لاسم المفعول، واستنتاج قاعدته، ثم تمرين تطبيقي مع التصحيح. أولاً، أمثلة لاسم الفاعل. لاحظوا معي أعزائي التلاميذ هذه الأمثلة: صدق الرجل، الرجل صادق، ندم الظالم، الظالم نادم، ضرب المعلم التلميذ، المعلم ضارب. لاحظوا معي الكلمات صادق، نادم، ضارب، هي أسماء مشتقة، وزنها على صيغة فاعل، صادق على وزن فاعل، نادم على وزن فاعل، ضارب على وزن فاعل، وتدل على الذي وقع منه الفعل أو قام به، فصادق يدل على فاعل الصدق، صدق الرجل، هذا الذي صدق، هذا الذي وقع منه هذا الفعل، أي أنه صدق، الذي وقع منه الصدق يسمى صادق. ونادم يدل على فاعل الندم، هذا الذي ندم يسمى نادم. ومن أجل ذلك تسمى هذه الكلمات اسم فاعل، اسم فاعل. القاعدة تقول: اسم الفاعل اسم مشتق على وزن فاعل للدلالة على من قام بالفعل. يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، مثل شرب شارب، نام نائم، عمل عامل. هذا بالنسبة للفعل الثلاثي. اسم فاعله يكون على وزن فاعل إذا كان الفعل ثلاثي. الحالة الثانية: إذا كان الفعل غير ثلاثي، ففي هذه الحالة يصاغ اسم الفاعل بتحويل الفعل إلى المضارع أولا، وقلب حرف المضارعة ميما مضمومة ثانيا، وكسر ما قبل الآخر ثالثا، يعني ثلاثة مراحل أو ثلاث مراحل. استقبل نحولها إلى المضارع يستقبل، نغير الحرف الأول بميم مضمومة تصبح مستق، ونكسر ما قبل الآخر مستقبل. استقام نحولها إلى المضارع يستقيم، يستقيم نحول الحرف الأول ميما مضمومة مستقيم. أذنب يذنب مذنب. نمر الآن لاسم المفعول، وهذه أمثلة: سمع الحديث، هذه جملة مبنية للمجهول، الحديث مسموع، نقل الخبر، الخبر منقول، أنقذ الغريق، الغريق منقذ. لاحظوا معي الكلمات مسموع، منقول، منقذ، هي أسماء مشتقة، وزنها على صيغة مفعول، مسموع على وزن مفعول، ومنقول على وزن مفعول، وتدل على الذي وقع عليه الفعل. وأفعال هذه الأسماء جميعها مبنية للمجهول، سمع، نقل، أنقذ. هذا الاسم يسمى اسم المفعول. القاعدة تقول: اسم المفعول اسم مشتق من مصدر الفعل المبني للمجهول للدلالة على ما وقع عليه الفعل، مثل منح المجد جائزة، المجد ممنوح جائزة، حول الفعل إلى اسم مفعول. يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، مثل كتب، مكتوب، ولكن على غير الثلاثي،
نقوم بتحويله إلى المضارع كما فعلنا مع اسم الفاعل، ونبدل حرف المضارعة ميما مضمومة، لكننا الآن سنقوم بفتح ما قبل الآخر وليس بكسره كما فعلنا مع اسم الفاعل، مثل انتزع نحولها إلى المضارع ينتزع، نغير ياء المضارعة ميما مضمومة يو تصبح مو منتزع، ونقوم بفتح الحرف ما قبل الأخير. الآن سأضع بين أيديكم تمرينا للتأكد من مدى تمكنكم من فهم الدرس. السؤال يقول: صغ من كل فعل من الأفعال الآتية اسم فاعل واسم مفعول مع الشكل التام. لديكم 6 أفعال، منها الثلاثي ومنها غير الثلاثي: قطع، استخرج، ساعد، احترم، فتح، أكرم. ستقومون بصياغة اسم الفاعل والمفعول من كل فعل من بين هذه الأفعال. الآن ستقومون بتوقيف المقطع إلى أن تنجزوا التمرين، ثم ستتعرفون على التصحيح بعد ذلك إن شاء الله تعالى. التصحيح: أولاً وجب علينا أن نحدد هل الفعل ثلاثي أم غير ثلاثي حتى نتمكن من تطبيق القاعدة المناسبة. قطع هذا فعل ثلاثي، إذن اسم الفاعل للفعل الثلاثي يكون على وزن فاعل، قطع قاطع، واسم المفعول يكون على وزن مفعول، قطع مقطوع. الفعل الثاني استخرج، هذا فعل غير ثلاثي، إذن لصياغة اسم الفاعل واسم المفعول نقوم بتحويل الفعل أولا إلى المضارع، استخرج مضارعه يستخرج، ونقوم بإبدال ياء المضارعة ميما مضمومة، يستخرج ياء تصبح مستخرج، ونقوم بكسر ما قبل الأخير بالنسبة لاسم الفاعل، وبالنسبة لاسم المفعول نقوم بفتح ما قبل الآخر، مستخرج 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 مستخرج. ساعد هذا أيضا فعل غير ثلاثي، إذا نحوله إلى المضارع يساعد، يو م مساعد مساعد. احترم غير ثلاثي، نحوله إلى المضارع يحترم، يا م محترم محترم. فتح هذا فعل ثلاثي، إذا اسم الفاعل على وزن فاعل فاتح، واسم المفعول على وزن مفعول مفتوح. أكرم يكرم، يوم مكرم مكرم. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.